السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سماحة الشيخ باسم. حياك الله، أهلا وسهلا بك. أنا رامي عيسى يا شيخ باسم البديري، حياك الله. أهلا أهلا برامي عيسى، كيف أحوالك؟ عساك بخير. الحمد لله، أنت تعرفني يا شيخ باسم؟ نعم، مرت سنة كاملة على اتصالك الواوي. طيب شيخ باسم، أنا كان عندي سؤال بسيط خفيف جدا. تفضل تفضل أخ رامي، تفضل. أهل الكهف دخلوا الكهف فأنامهم الله 309 سنة، لكن ذكرهم الله في القرآن وذكر نومهم هذا حتى السنين. والإمام المهدي غيب بقاله 1200 سنة يا راجل، ولم يذكر في القرآن ولم تذكر غيبته، مع أن أهل الكهف ليسوا من هذه الأمة. أليس من باب أولى أن لو كان في حاجة اسمها مهدي غيب بقاله 1200 سنة ويغيب غيبة صغرى وغيبة كبرى، مش كان من باب أولى أن هذا يذكر؟ أولا يا أخي يا رامي عيسى، هذا ليس من باب العلم، يعني النقاش العلمي لا يكون هكذا، التفت لي جيدا. إيه ده النقاش العلمي لا يكون مالح؟ يعني أنا إحنا بنعمل صلصة مثلا يا شيخ، مال ده النقاش إيه؟ أنا جبت لك آية من القرآن الكريم على أهل الكهف اللي دخلوا الكهف 309 سنة، الإمام المهدي غاب أضعاف أضعافهم إلى الآن ولم يذكر، والله أعلم هيخرج مدى ده، هذا الكذب. أنا ببين لك حضرتك ده دليل عقلي وقرآني على نقد موضوع المهدي. الأسلوب العلمي يقول أردنا أن نتكلم عن أي مفردة من مفردات العقائد الإسلامية ينبغي أن نضع لها جدولا وزمنا، وأن نبدأ بأي علم من العلوم نتكلم عنه. شفت يا شيخ، ده الفلسفة اللي انتوا تعلمتوها يا شيخ في في الحوزات، إني لابد أعمل جدول وبعدين أطلع علم من الجدول أخد من المسألة. مش محتاجة كل ده، إحنا عوام اللي بيسمعونا، ناس بسطاء اللي بتسمعنا. ليه هؤلاء ذكروا في القرآن بغيبتهم في هذا الكهف في 309 سنة حتى السنين ذكرت في القرآن، والإمام المهدي اللي هو لولا لسخة الأرض اللي هو من هذه الأمة اللي ينكره يكفر، اللي مولود بقاله 1200 سنة متغيب بقاله 1200 سنة لم يذكر؟ مولانا العزيز أولين الخضر غاطرة وفي يوم ما أبليس. طب صوتك بيقطع، حاول تضبطه. الخضر نعم جميل، والخضر ذكر في القرآن أيضا. هتستدل بالخضر أقول لك ذكر في القرآن ليه مهديك؟ أقول لك أنا بقى دليل مهديك يا شيخ، أفتح لك الكاميرا الآن والله أمام كتاب النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب في المجلد الثاني، وبئر معطلة. البئر المعطلة هي الإمام المهدي. عدة فوائد، الفائدة الأولى تلويظ الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله، من الفوائد يقول، أنا أبين للجمهور لأن صوت حضرتك بيقطع يا شيخ باسم، من فوائد الشيخ باسم بيقول لكم إن بندرب الله بيدرب الناس عياذا بالله إنهم تدريب الصلاح في بعض العلوم. أولا قضية الغيبة هي لترسيخ الإيمان بالغيب. أعوذ بالله، قضية الغيبة لترسيخ الإيمان بالغيب، يعني ممكن الدجال الكاذب القدياني المرزا أحمد القدياني هذا الكذاب اللي قال إن هو رسول وتغيب عن الناس دلوقتي دوت، وهو المسيح وهو الناس يقول لك ده كده ابتلاء من الله من أجل ترسيخ الإيمان في قلوب الناس، كفاكم لاعب بالدين. لكي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر، غيبة المهدي من أجل أن يرجع الناس إلى الله. جميل، يعني ما بنرجعش للإمام أهو، يعني الإمام لا فائدة لا 1200 سنة. شكرا لك يا شيخ باسم، صوتك بيقطع صراحة وهتتعبني أنا. سمعتم يا شيعة، الإمام غيب من أجل الناس تلجأ إلى الله؟ طب ما تلجأوا إلى الله، لا تلجأون إلى المهدي أو غير. كان معكم محمد الشيعي باسم البديري، واليوم فضل الله رزقنا بعدة صلاة، نسأل الله أن يهدي هؤلاء الشيعة من أيدي المعممين وأن يأخذ بأيديهم إلى نور مذهب النفس المطمئن، مذهب أهل السنة والجماعة.